ازيكم يا حبايبة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا للأسف يعني كان ليا فترة كبيرة خالص ما بلبسش لينسز او ما بلبسش عدسات. يعني ليه؟ لان انا كشفته الدكتور قال لي عندك نسبة جفاف عالية في عينيكي وعندك حساسية، فممنوعة علشان خاطر المفروض ان اللينسز الموجود في السوق اغلبيته بيعمل جفاف للعين او بيبقى سوء استخدام بقى عدسات، سوء استخدام محلول. بس انا قررت ان انا ادور على عدسات تكون ايه حلوة وتبقى مناسبة للعين اللي فيها حساسية او العين اللي فيها جفاف. تمام. طيب دورت واكتر من بلوجر على النت قالت ان ليمونس حلو، وكان الاعلانات بتاعته كان متروج لها كويس قوي، كان متروج لها حلو. قلت خلاص تمام، بما انها شغالة العين اللي فيها حساسية والعين اللي فيها جفاف، طيب هجربها. طلبت من ليمونس، معرفش الاسم صح ولا غلط، بس ليمونس المفروض ان هو كده الاسم. طلبت اللون الليمون وطلبت اللون الكريستال. تمام، طلبت واحدة ليمون وواحدة كريستال. الليمون انا اديتها لاختي ودي الكريستال، مش عارفة هتبقى واضحة معاكو ولا لا. لا كده اوضح. تمام، اللون من ناحية اللون يعني احنا نبدأ حاجة حاجة. اللون روعة. بالنسبة لان انتي بقى بتحسي ان في شعراية في عينيكي كده لما بتيجي تلبسي اللينسز، لا ده مش بيعمل كده خالص، مفيش. الرؤية معاكي واضحة وحلوة، الألوان بطبيعتها بتبقي عايشة الحياة عادي. مش في لينسز أحيانا بتلبسيه بيبقى استغفر الله العظيم كده مكررك في الدنيا وفي الحياة ومتعصبة ومتشنجة ومتضايقة وعايزة تخلصي المشوار اللي انت رايحاه ده بس بصعوبة، أو عايزة تخلصيه بقى وتخلصي عشان تروحي وتريحي عينك وكده. لا ليمونس من ناحية الراحة حلوة قوي، يعني الإعلانات اللي معمولة لها حلوة، مش كدب. جابت لي جفاف في عيني، لا يعني مش بتعب منها خالص. بس لازم تستخدميها مع حاجة، دي ضرورية حتى لو كان سعرها عالي. صحيح، سعر ليمونس كان ب 550 اعتقد، وكان كنت جايباها في عيد الام، لان انا طبعا ما هعملش عنها ريفيو الا لو كنت جربتها فترة محترمة. كان في فترة عيد الام، كان واحدة وعليها واحدة هدية بسعر 500 وزائد مصاريف الشحن، يعني بما اني في محافظة وكده، في محافظة بعيدة فلازم مصاريف شحن. تمام، انا سألتهم ترجحوا لي ايه محلول، قالوا لي اوبتي فري. سألت عليه، الحجم الصغير كان ب100 والحجم الكبير كان ب175، وانا فضلت ان انا اجيب الحجم الكبير. على فكرة هي حجمها كبير حلوة مش صغيرة. كانت كام ملي؟ هقول لكم كام ملي، لحظة بس. 355 ملي. تمام، يعني مقربة للنص لتر، حلوة قوي بتريح العين. بس في حاجة كمان، مش بس علشان خاطر تريحي عينك او كده فنجيب لينسز ونجيب محلول مثلا رديء وخلاص، لا لازم تجيبي حاجتين يكونوا الحاجتين فعلا نضاف هيريحوا العدسات. تاني حاجة او تالت حاجة لازم تستخدميها مع العين الحساسة او العين اللي فيها جفاف او اي عين، علشان خاطر ده ما يأثرش معاكي فيما بعد. مثلا لو انت عينيكي يعني الحمد لله ما فيهاش حاجه ومش عايزاها تأثر معاكي في جفاف او حساسيه لا قدر الله، فانت بتعملي الطرق اللي انا بقولك عليها. تجيبي نوع، اول حاجه نوع عدسات نظيف، تاني حاجه بتجيبي محلول نظيف. اي نعم السعر شويه بيبقى عالي بس مش مشكله، بيقعد معاكي فتره كبيره. تالت حاجة بتغيري المحلول اللي جوه العدسات، سواء لبستيها او ما لبستهاش، كل 3 ايام انت تحطيها قدامك كده على التسريحة، وكل لما عينيك تيجي عليها غيري المحلول. ضروري ضروري ضروري، وهيفرق معاكي وهتدعيلي. جربت ايه الوان؟ قلت لكم الكريستال والليمون، والاتنين احلى من بعض، ناتشونال كده كده حلوين، مش باين ان هما فيك، حلوين قوي وباينين ان هما حاجة نورمال، طبيعيين قوي وحاجة راقية ناعمة قوي على العين، بتدي لمعة كده للعين حلوة.
وخصوصا مع الميك اب حلوة قوي قوي قوي. تاخد كام من 10؟ 9.5 من 10. ويا رب اكون قدرت افيدكم. باي باي.